احم احم. مرحبا، هل انت فضائي؟ نعم. اتتكلم لغتنا؟ نعم، اتحدث جميع اللغات. اوه رائع، لماذا اتيت الى هنا؟ لقد اتيت لاستكشاف الارض. اوه رائع، انا ايضا اريد ان استكشف الارض معك. حقا؟ نعم، هل استطيع؟ بالطبع، هيا لنذهب. ألم تستكشف الأرض من قبل؟ لا، إنني لم أسافر قط. إلى أين نذهب؟ لا أعلم، لنرى. انظري، إن الجبل يحترق. لا، إنه بركان. أليس لديكم واحد مثله في الفضاء؟ لا، إن الجبال لا تحترق لدينا. ولماذا يحترق؟ لا أعلم. أظن أن لدي من يعلم ذلك. لنسأل الحاسوب. البركان فتحة في القشرة الأرضية تندفع منها الماجما. تتكون الأرض من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي القشرة، ومن بعدها يأتي الوشاح، وآخر طبقة هي اللب. وتتكون أجزاء من الوشاح والقشرة من صخر مصهور يسمى الماجما. في بعض الأحيان تندفق الماجما وتندفع عبره فتحة من القشرة الأرضية لتسيل على سطح الأرض، والصخور المنصهرة التي تتدفق على الأرض تسمى لافا. وتندفع كل من اللافا والصخور والرماد على سطح الأرض أحيانا. تتدفق الصخور المنصهرة ببطء من البركان، ثم تتصلب لتكون جبلا بركانيا يكبر حجمه شيئا فشيئا. واحيانا تندفع الصخور المنصهرة من فوات البركان على شكل انفجار يؤدي الى تطاير جزء كبير من الجبل البركاني، والتي تعرف بالمقذوفات البركانية، سحابة الرماد البركاني. ومن اجزاء البركان فوهة البركان التي تسهم في بناء الجبل المخروطي، وأيضا القصبة البركانية. وكذلك تأتي القصبة الثانوية التي يكبر حجمها شيئا فشيئا وتصبح فوهة ثانوية. وفي الجزء الأخير الصهارة البركانية التي تسمى بخزان الصهارة الذي يتدفق منها الصهير. أتمنى أكون قد أفدتكم يا رائد الفضائي، وإلى اللقاء لسؤال آخر. شيء غريب حقا، لم أكن أتوقع ذلك. نعم، لذلك نزلت إلى كوكب الأرض لكي أشبع فضولي عن كوكبكم الجميل. إنها تجربة رائعة جدا، لقد استمتعت حقا. أرجوك كرر زيارتك لنا مرة أخرى. بالطبع، فأنا أريد استكشاف المزيد. حسنا، سأخلد إلى النوم لنتقابل في وقت لاحق. إلى اللقاء.